أكل بتاكلي بالنهار؟ وحدة وأحياناً تنتين، ممكن وجبة، مرات تنتين، حسب. شو التصبيرة بالنسبة لإلك؟ شو السناك؟ كاسة قهوة، حبة شوكولاتة. لو طلبنا منك كمخرج تعملنا إعلان لسندويشة برجر، كيف بتصورها؟ ما رح تختلف كتير عن الدعايات اللي بنشوفها. وصفي لنا شكل الطعم والأكل الزاكي بالنسبة لإلك، يعني تغزلي لنا فيه. زي صوت المطر. لو صحيت فجأة ولقيت الدنيا رمضان، شو بيكون شعورك وشو بتعمل؟ بحب الصيام عادي جدا، بكمل الصيام وما في مشكلة عندي. شو بتتسحري عادة؟ ما بتسحر اطلاقا. بطيخ مع جبنة، مرتديلا، تطلة، عسل، ايش زي هيك. كيف علاقتك مع الشوكولاتة؟ مش صحبتي، اقوى من علاقتي مع امي. لو انقطعتي بالصحراء وما في اكل وجوعتي كتير، شو الحيوان اللي ممكن تصيديه وتوافق انك تاكليه؟ ولا شيء، لاني ما باكل لحمه. ما اعتقدش انه في حيوان ممكن ينصاد بالصحراء، فعادي بنقضيها صيام، مش مشكله. لو انعرض عليك شغل براتب مغري جدا، دوام 8 ساعات متواصله بشرط بدون اكل، بتوافق؟ طبعا، ده حلم عمري. لو صح لك شقة طابق تاسع بسعر مغري جدا ولكن بدون أسانسير، بتوافق أو لا؟ عندي فوبيا من المرتفعات. سعر مغري الشرط، مش السعر قد ما هو الشرط الراحة، يعني بالنسبة لي ممكن عادي، يعني مش حيكون عندي مشكلة بطلع درس ولا إني أطلع أسانسير. لو زوجتك طلبت منك تسمن ضعف وزنك الحالي كشرط استمرار زواج، بتوافق؟ لا، هي طلبت بس مش بشرط استمرار زواج، طلبت بشكل طبيعي يعني انه انصح بكفي. حتى للاطفال يعني اولادي نفس الشيء بيحكوا لي بابا انصح بكفي، ذاك الضلك ضعفان يعني هيك. طب لو تقدم لك شخص للزواج وطلب منك تنحفي نصف وزنك الحالي كشرط، بتوافقي؟ هو اخذني هيك ليش يطلب هيك طلب؟ في كثير بنات نحاف بالدنيا. بالسرافيس سيارات الاجره تدفع عن راكبين عشان ترتاحي ولا عن راكب واحد؟ لا طبعا، بعد قدام خلص. لو انحشرت بالتاكسي بين تنين اسمان، شو بتعمل؟ هي صارت معي كتير، مش شوي، مش مرة واحدة يعني، فبحس حالي زي سندويشة الهمبرجر اللي كنت بدي أصور لها الدعاية قبل شوي. قديش بتحبي فلاتر الصور؟ وكم صورة بتتصوري بالنهار؟ مش كتير يعني، أي أحيان بمرق أسبوع أو أسبوعين بتصورش، يعني مش من النوع المهووس بالصور، بس بحب الفلاتر لأنها بتنحف الوجه. لما تتصور مع جروب بتبين منيح بالصور ولا بتكون مختفي؟ بحاول أداري حالي شوي، في حال أحجامهم كانت كلهم لارج يعني، فبحاول أداري حالي نوعا ما بحدا فيهم، والمهم الوجه يكون مبين خلاص. أكلة مستحيل تاكلها مهما كنت جوعان؟ العكوب باكله، الفول بلبن، الأشياء هاي يعني، أي إشي طبيخ خضار مع لبن باكله. أكلة مستحيل تضيعيها مهما كنت شبعانة؟ معكرونة بشاميل. حسنا، طلعوش علي كلكم. وصفي لنا إياها. معكرونة قوامها يأخذونا إلى هناك. روح على السؤال السريع. أيوة. من أين تؤكل الكتف؟ مش عارفة، حسب ذوق اللي بده يأكلها. شو يعني مجاعة؟ دولة مثلاً فقيرة، هن بحاجة يعني، هن بحاجة للأكل. مجاعة عند ناس موجود عندهم كتير إشي، فهذا اللي بيحكوا له بطر كمان. المجاعة افتقار للغذاء. طب شو هو التشويح؟ هو يعني اللحمة اللي بيسوحوها أو الإشي اللي بالنار الهادية، أو عفواً اللي هي خلص فهمت. التشويح اللي هي بتيجي بالطبيخ أكتر، تشوح اللحمة أو تشوح البصلات. شو هم اللغليغ؟ حاسيله من اللغليغ عادل إمام أكبر فيهم. عبر عما يلي بكلمة واحدة. تمام؟ تمام. الشوكولاتة ضرر، عشق. اللية نو أسوأ، بصيبال كمان. طب عبر عنها بشي. ما حرام هلأ في ناس. رمضان نشاط، شهر الرحمة، الخضروات، فتوش، فيتامين. طب الجيم مزاج، مستحيل. لو صحيت ولقيت وزنك ضعف الوزن الحالي، شو بيكون شعورك وشو رح تعمل؟ أكيد رح أعمل رجيم أول ما أشوف حالي هيك. لو صحيت لقيتي وزنك الحالي نصه، شو أول شي رح تعملي؟ رح أسجد سجدة شكر. لو فلتنا وراك كلب يركض، شو بتعمل؟ أسبقه، هنحط 3 كيلو. بسبقه.